يسعدني بالمناسبة التأكيد على جاهزية قطاع الاتصال لتغطية ومرافقة هذا الحدث الهام المتوسط والثاني منذ دورة 1975 حين جرت هنا في الجزائر أول دورة لألعاب البحر الأبيض المتوسط. إن أسرة الصحافة الوطنية واعية بدورها بل وبمسؤوليتها في الترويج للألعاب المتوسطية بوهران ومن خلالها الجزائر بمواقفها المشرفة وإنجازاتها المعتبرة وبما تزخر به من مؤهلات ومقدرات. وتعتبر ألعاب البحر الأبيض المتوسط فرصة ثمينة للصحافة الوطنية وكذا الأجنبية لا سيما المعتمدة بالجزائر لإبراز الصورة الحقيقية للجزائر الجديدة عبر مختلف وسائل الإعلام والاتصال.